السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا نلعب انتل داون. لعبة ممتازة مع ان لها تكملة جزء في الفي ار. There's no other way through. ياه، شوف شو يطلع. عرفنا في القصة ان في مثلا Fine. I'm going in. في ناس مختلين عقليا عالجوهم يحولون للكر بس ما يطلعون انسانهم هني. الماي بارد. It was okay. Meaning, like, there weren't any sharks or anything in here. Sharks? Great. Thank you. في شيء في البركة أو في الماء. يقول إن يزيد العمق. Hey, it's leveling up again. We're gonna make it. Oh my God! Yes. Don't jinx it. Come on. Come on, we made it. خلاص انتهينا احنا، يعني خلصنا من المهمة واحنا فعلنا ذا الشيء. هنا في شيء، ايش ترجعين يا الخبلة؟ ليش ترجع؟ تغير الكات سيزون. وش ذا؟ كم راس؟ إنسانها. الأغبياء ما سكروا الباب. وذاك اللي عنده قاذف لهب قال في كيرس يعني لعنة، وهذا الشخص يبين انه he's tripping or something. Josh! Mike! Josh! Hey man! Don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full mental jacket. We didn't think we'd get you back. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. Here. Oh, God. See that over there? That means there's a direct way out. Come on. Yeah. There's no way Josh is gonna make it up there. Okay. If you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah. Yeah, good. You bring Josh back the way we came, and we'll all meet at the lodge. Be careful. Yeah, you too. All right, let's go. You fucked up. الحين نحرك هذا مع هذا. وذيك تطلع. تصعد لفوق. هم عندهم تبادل شفت، بس يرجعونك بعدين يخلونك تلعب بذيكي.
كل مشكلة الأوقات. I'm sorry about before, man. I thought you killed Jess. I was wrong. للأسف الحين حرك هذا تعبان. I didn't want you to die. سكر الباب عشان الوحش ما يجي. والله يا شو القصة؟ أنا مشكلة الحين بتصير. لا سلاح عندنا ولا شيء. حتى السلاح ما ينفع معاهم. لا تنسون ان ذا مدرع ولابس شيء يقيه الرصاص. شلون هاي نجا وذاك ما نجا؟ هاي اخته. أخت الخبيثة. وركزوا على ذا الشيء لأن في كتفها فيه. شوف هنا وش يطلع. What caused that cave-in? أرجع. كل واحد يمشي إلا واحدة بتهرب يمكن ذيكي. بس شلون ذاك يتكلم مع الدكتور اللي الوحش مسك راسه وكسره؟ ما اعرف النهاية بتكون شلون. هل واحد ينجو واثنين؟ مع انه تستوي اكثر من نهاية على حسب الواحد لما يلعب. في واحدة قتلت، اثنين انقتلوا عن طريق ذي الوحوش، واحد أو واحدة انقتلت عن طريق أصدقائهم طلق عليها بعينها. بصير تخليها ما تقتلها. بس لما تلعبها مرة ثانية ما تحس إن في شخص قامض يحاول يقتلهم. تعرف ان هاي وثوث. Which way? Run, 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 run. Run. Holy crap!
لازم دونت موف ما تحرك. الحمد لله ما حركت الكنترول. واخيرا قبل كنت احرك الكنترول ما اعرف ايش مكتوب غبي بس الحين لا. هذا صعدت ما بقى الا القليل. الحين يبين آسف شت عليكم. ما بيضغط بقوة على الكنترول عشان ما يخترق. كمان افضل كنترول بالنسبه لي الحين كنترول بلاي ستيشن 4 افضل من 2 و 1. يعني فعلا دام طلعنا من عند لاق الوحوش السريع خلاص انتهت المشكله. الحين المشكله اذا بيهاجم علي ذئب او دب هاي المشكله الحين. أنا نادر الحيوانات تهاجم إنسانا إلا إذا عرفت أن هي أقوى منه. يا لحول اطلعي بسرعة. الشيء انا اللي ملاحظه والسخيف في ذي اللعبة ليش ما تركض؟ انت في وضع خطر ليش ما تركضي؟ تمشي كأنها تتنزه ان تبي تقعد في المكان زيادة وزيادة. لا يكون تروح عند مكان عش الوحوش هذيل المتخلفين هذي تكون مشكلة كبيرة. هاي مبنى لحو نفس المبنى. Hey! Hey! Oh, come on, open up! Guys, come on, are you in there? Let me in! Sam! Thank you.
Not good. What do you think we should do? We should check the basement. Might be someone left down there. قول خلنا مين تحت يا الغبي؟ مين اللي بقى؟ ذاك ليه الحين ما راح يوصل؟ مش بيطلع تحت. How do you rate our chances of survival? I'm trying not to think about it. Oh! Run! Run! Look at the door. حيلهم بينهم ما تحرك دوم. يمكن مع ان حاطين ان نتحرك بس ما حركت الجهاز. يمكن حركت الغرض. I'm seeing something. It looks like there are survivors. Let's pick them up. اللعبة معناتها لين الشخصية تموت ويمكن خلصت الحين. هاي هي النهايات المتوقعة ولا لازم تكون هالنهايات؟ يلا مع السلامة ذي اللعبة. No!
واللعبة تستاهل التجربة. أنا أعطيها أقيمها 8، تستاهل 8. ولها تكملة للفي آر، إذا حبيت أنت الجزء لازم تكملها، تشتري الجزء الحصري على الفي آر. Couldn't move. I was so scared. مع السلامة. And I saw.